28. بوريس جونسون يعود إلى المربع الأول. خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التوقيت المحدد سابقا يوم 31 من تشرين الأول أكتوبر باتت مهددة. فبخلاف ما رسم له رئيس الوزراء البريطاني، صوت مجلس العموم لصالح قرار بشأن مناقشة مشروع قانون يمنع بريكزيت من دون اتفاق. فما كان من جونسون إلا أن شهر سلاح الانتخابات المبكرة في وجه معارضيه. لا شك في عواقب هذا التصويت الذي يعني أن البرلمان على وشك تدمير أي صفقة قد نكون قادرين على إبرامها مع بروكسل. بذلك سنسلم السيطرة على المفاوضات إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني المزيد من الحيرة والتأخير والارتباك. لا أريد إجراء انتخابات، لكن إذا صوت أعضاء البرلمان لإيقاف المفاوضات وإجباري على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد يكون هذا هو السبيل الوحيد لحل هذا الأمر. في المقلب الآخر، رحب خصوم جونسون بنتيجة التصويت. زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن جدد تأكيده عدم موافقة مجلس العموم على مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، داعيا رئيس الوزراء إلى تقديم اقتراحاته وعرضها على تصويت عام من قبل الشعب. أرحب بهذا التصويت. نحن نعيش في ديمقراطية برلمانية. لا توجد موافقة في هذا البيت على مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون صفقة. إذا كان لدى رئيس الوزراء الثقة في سياسته الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، يمكنه طرح ما لديه، ويجب عليه أن يعرض اقتراحه على الشعب في تصويت عام. خسارة جونسون تصويت البرلمان تفتح الباب أمام معركة جديدة سيخوضها مع معارضيه، ولا سيما أن رئيس الوزراء لم يستطع إقناع الحلفاء قبل الخصوم بخططه، حيث صوت 21 من النواب المحافظين ضد بريكزيت بصيغته الحالية. وإن خسرت جونسون بفارق ضئيل، إلا أن بقاء الوضع على حاله يدفع بالمملكة إلى انتخابات عامة مبكرة. يقول مراقبون إن نتائجها قد تفرز مواقع قوى جديدة وتخلط أوراقا كثيرة.